لله من أسمائه تسعون وتسعة من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة أبو هريرة عن المختار صلى عليه الله في الأعصار إحصاؤها في العد ثم الفهم ثم الدعاء يا محب العلم يا الله يا رب ويا رحمن ويا رحيم سؤلنا الغفران أول آخر أحط بالزمان ظاهر باطن أحط بالمكان في الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن إني به لمؤمن جبار وهو المتكبر علمي وبارئ مصور في الرحم أنت المليك مالك وملك وإنني الفقير لا أمتلك أنت القدير قادر مقتدر وإنني الضعيف لا أنتصر أنت العلي المتعالي الأعلى وإنني العبد الذليل المولى أنت الكريم الأكرم الرزاق والرازق الخالق والخلاق أنت الشكور الشاكر الغفار أنت الغفور القاهر القهار أنت الحكيم الحكم المولى الولي والواحد الآحد في شبه جلي الحي والقيوم والحق المبين وهو السميع والبصير يا فطيح وهو اللطيف والخبير والحميد مع المجيد والرقيب والشهيد وهو القريب والمجيب والقوي مع العزيز غالب كل قوي وإنه الفتاح والعليم وإنه الغني والحليم في السنة الحي والستير تم اقتران اسمين يا نحرير أما التي تقابلت فأربعة مقدم مؤخر يأتي معه كذين أيضا قابض وباسط وكلها في سنة يضابط وما بقي من الأسام فردا وهي ثلاثون فأحصي العدد فهو الإله البر والتواب جميل والجواد لا تحساب حسيب والحفيظ مع ديان رؤوف والرفيق ذو الإحسان وإنه السبوح وهو السيد وإنه الشافي المريض الصمد والطيب العظيم إنه العفو وبالكبير والمتين يعرف ومحسن مسعر والمعطي مقيت منان نصير الرهط وواسع والوتر مع ودودي وكيل وهاب انتهى مقصودي سبحان من أرشدنا منبها وقال في الأعراف فادعوه بها دعاء عبادة هو الثناء له مع سؤل حاجة دعاء المسألة